اليوم تبدأ الحكاية في دوري أبطال آسيا، البطولة الأكبر في القارة الصفراء، البطولة التي دائما ما تجمع أفضل الأندية من أقصى شرق القارة وحتى في منطقتنا العربية، بطولة بالتأكيد أن لها أهميتها وأيضا فيها كثير من النجوم على مستوى القارة الآسيوية، وأيضا أمر مهم جدا في هذه البطولة أنها ستكون بوابة للوصول إلى البطولة العالمية، وبالتالي فإن كل فريق يسعى لتحقيقها، ونتمنى مشاهدة طيبة في هذه البطولة. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ أوه، شيء غير عادي يا جماعة. And this is now today's lineup. Number 4, Alderweireld. ركلة البداية، ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، تلعب الكرة إلى الأمام، الكرة ملعوبة إلى الأمام بضغط قوي، تمكن من افتكاك الكرة، يلعب كرة على اليسار، خلص الكرة، لعبة عرضية إلى داخل ال 18، والكرة بعد ذلك فيها تسلل. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، كرة جميلة، فرصة تسديدة في اتجاه المرمى، لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. It's a goal thanks to number 14. أحرز الهدف الأول في توقيت مبكر، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. كرة طويلة للأمام، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، ويلعب كرة، والتسديد، يعيشون أوقات رائعة الآن، هدفين متتاليين في فترة وجيزة جدا، بلا رقابة، وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة. هدفين مقابل لا شيء، تقدم بهدفين يعني انهم متحكمين تماما
في مجريات اللعب بالطول والعرض يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. جدا ركلة حرة يحتسبها الحكم. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه ان يحذر اي تدخل اخر ستكون بطاقة ربما حاضرة. يبحث عن المهاجم، ألدر فيلر، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة بعيدة تماما عن المرمى. الله على الكنترول، لمسة في منتهى الروعة تعطيه الفرصة من أجل تسديد الكرة. ضغط قوي وينجح في استعادتها. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. سيستلم هذه التمريرة الطولية، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. عدت الكرة واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. يلعب كرة على اليسار، لعبة جميلة، تسديدة أجمل. يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى. ما هذه الكرة، ما هذا الجمال، ما هذا الإبداع. Number 14. النتيجة 3 أهداف نظيفة. الآن يلعب كرة طولية، كرة طولية إلى الأمام، يلعب كرة عرضية، كرة تمر بسلام على المدافعين. مرت الكرة بشكل جميل ويلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. تغيير لاعب على الأجناب.
قطع مسافة كبيرة بالكرة، تدخل سريع وإبعاد الكرة إلى ركنية. هذه براءة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. يعلن حكم المباراة إلى نهاية الشوط الأول. أعتقد أنهم يقدمون أداء مثالي في هذا اليوم بدون أي أخطاء، وأظهروا بالفعل قوة هجومية ودفاعية وتوازن كبير في الملعب. ركلة بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين. تلعب الكرة إلى الأمام، تغيير جميل للعب. كرة من جهة اليمين، تفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، اللاعب يلعبها ببراءة، تألق غير عادي من حارس المرمى، ينقذ مرماه ويحفظه من الكوارث. اليوم مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. لمنع الكرة الأخيرة، تسديدة، إبعاد ناجح للكرة، وستكون هنا رمية تماس. إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى رمية تماس. The attendance for this match was 29,950. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، هل ينجح في المرور؟ ينجح في المرور، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. تمر الكرة العرضية، تبعد بعد ذلك إلى ركنية. يحاول لعب الكرة بالرأس، لم يكن محظوظا. ينقل الكرة للجانب الآخر. كرة من جهة اليمين، الكرة المعتادة، الدفاع القوي جدا. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، تغيير لاعب على الأجناب. كرة عرضية، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. ألدر فيرن يمر ويلعب كرة بينية،
معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. كرة طويلة للأمام، الكرة ملعوبة من مسافة، كرة ممتازة، فرصة للتسديد، تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. العرضية ملعوبة، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. There will be 1 minute added time. وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية المباراة بعد هذا الأداء الكبير، الأداء الراقي في هذه المباراة. يمكن القول أنهم تقريبا أزالوا الشكوك على جاهزيتهم المشاركة. يا إلهي